أمال ننتقل الآن إلى فقرة موضة الرجال، وأخيرا لكم فقرة خاصة. تخيلي. عبد الكريم، هل أنت من محبي ارتداء المعطف أو الجاكيت الجلدي؟ ولو أنه عندك ألوان مميزة شفتك ظهرت فيها من فترة لفترة، كيفاش تحب الجاكيت والمعطف؟ أرتدي جاكيت الجلدي لكن لا أتي به إلى العمل عادة يعني. لماذا؟ الأغراض في نفس يعقوب. لازم نبحث في هذه النوايا التي تكمن في نفس يعقوب. الجاكيت اللي في الأخير عرفت ما هو لونه؟ الأحمر. لا هو ليس أحمر، قالوا أنه لونه بطيخي. بطيخي، هذا هو كان اللون. والمناسبة لأنه لدي أنا عم ألوان خفيفة لا أميز على كل حال. سلامتك. الله يسلمك. هو لا مش ليس عمى كامل يعني، لكن لا تمام، أنا شايفة النظارة. إن شاء الله تساعد في اختيار ألوان الجاكيت. لكن جاكيت الجلدي عنده ميزة معينة، عنده رونق معين يضيف إلى إطلالة كل رجل. يعني هل في عندك خصائص معينة ممكن أن تشتري بها الجاكيت، تحاول تفرق بين جاكيت وجاكيت، تذهب إلى ذلك ولا تذهب إلى الآخر؟ أي طبعا بالتأكيد هو أمر متعلق بكوني أنا نحيل، فلا أستطيع أن أرتدي كل أنواع، هذه حقيقة، لا أستطيع أن أرتدي جميع أنواع الجاكيتات. فعلا لابد أنه فيه مجموعة من القوانين يعني، إن صح القول، ولا مميزات يجب أن تنطبق على الجاكيت وعلى مرتدي الجاكيت. أنا أسألك الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلمنا الأمر، لكن سنتعرف أكثر على هذا الموضوع، وهذا هو محور التقرير التالي، نتابع. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، معكم حمزة مخلوف. اليوم غادي نتكلم على قطعة ملابس واحدة ممكن تغير اللوك تبعكم تماما، وهي قطعة جاكيت الجلد. جاكيت الجلد هي قطعة مهمة بالنسبة لكل شخص لازم تكون عنده في خزانته، لأنه ممكن يستعملها إذا كان لابس لبس كلاسيكي أو لا كاجول، ممكن يلبسها مع جينز وسنيكرز رياضي، ممكن يلبسها في عدة مجالات. اليوم حوريكم كيف تلبسها مع مجموعة ملابس عندك في الخزانة. أنا هلأ لابس جاكيت واحدة من الجاكيتات اللي عندنا اليوم، اللي غادي نوريكم إياها كيف تتعلموا وتختاروا وتشتروا وتلبسوا بطريقة صحيحة. جاكيت الأولى وهي جاكيت كلاسيكية بس موضة حالياً، دائما تير انتباه على الكتفين تبعك، لازم تكون على مقاسك من نقط من الزوايا. النقطة الثانية وهي تحت الإيدين، حاول دير تجربة صغيرة، وهي لما تجلس في السيارة ولا شيء ارفع يديك، إذا حاسس إنه ممسوك من تحت إيدك فهو يعني حاول تشتري رقم زائد على هذا الجاكيت. هذه الجاكيت الثانية كيف ما بتشوفوا، وأنا أكثرية من عشاق جاكيت تبع البايكرز اللي عندهم دراجات نارية. هلا جبت الجاكيت بس ما جبت دراجة نارية، بس إن شاء الله السنة الجاية. هناك يعني نقاط أساسية لازم تطرق لها. لما تشتري الجاكيت تركز على السيلويت، يعني كيف بتبان من بعيد، كيف بتظهر من بعيد. بنعرفوا أن الجاكيت الجلد دائما بتساعدك على بناء السيلويت تبعك، بتبان رجالي رياضي بدو عضلات وكذا، بس هي بتعمل هذه الأشياء، فلهذا حاول تركز على السيلويت لما تشتري جاكيت. نقطة ثانية هو هذا الجاكيت اللي عندهم هذا الحزام، هما جاكيتات اللي موجودين في الأسواق حاليا، وموضة كانت قديمة بس رجعت هلا حاليا. الجاكيت رقم ثلاثة وهي كالتالي، كيف ما شفتوا ما فيهاش كتير زرارات ولا سحابات ولا ألوان ولا مختلفة، بس هي شوية كلاسيكية، فهذا النوع ممكن يمشي معاك لما تكون لابس بدلة ولا تكون لابس يعني ربطة عنق ولا شيء، فهذا النوع بيساعدك أنك تطلع شكلك حالي وأنيق. هذا الجاكيت كيف ما شفتوا معايا ثمنها بيتراوح ما بين 500 و600 دولار، شوية ثمنها غالي على الجاكيتات الأولى كيف ما شفتوا معانا، لأنه جودتها عالية أكثر من نوعية نوع الجلد. هذا الجاكيت رقم أربعة، وكيف ما شفتوا لونه فاقع يعني أقل رسمية، ممكن تلبسه مع جينز مع لبس رياضي، ممكن في خرجات مع العائلة والأصحاب. ما كلفنيش كتير صراحة، يعني كان ثمنه ما يقارب واحد 200 دولار، بس نوعية الجلد كانت ممتازة وكان عندي لمدة سنتين. هذا الجاكيت الأخير وأغلاهم ثمنا بالنسبة للجاكيتات كلهم اللي كان معنا اليوم. ليش غالي ثمنها؟ لأنه راجع نوعية القماش المستخدمة ونوعية الجلد المستعملة.
فلهذا لما تشتري جاكيت بثمن غالي لما بتلبسها بتحس أن الجاكيت ثقيلة عليك وأنها هي اللي لابسك. النقطة الثانية، إذا حابب تعرف أن الجلد إذا كان جودة عالية ألمسه بهالطريقة، هتحس أنه جلد يعني غير ناعم وفيه واحد النوع من البروزات، فهذا دليل على أن الجلد المستخدم ذو جودة عالية. النقطة الثالثة وهي الرائحة، لما تلبس جاكيت بتحس أن في رائحة جلد، مو رائحة البقر ولا الغنم لكن رائحة الجلد المصنوعة. أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم قد انتهت، نشوفكم في حلقة جاية في موضع مختلفة دائما في عالم الموضة. كان معكم حمزة مخلوف وإلى اللقاء. وأنت تفضلين رائحة البقر ولا الغنم؟ الاثنين، رائحة الجلد يعني أي شيء طبيعي. نشكر زميلنا عارض الأزياء حمزة مخلوف على هذه النصائح. أنا حبيت لك الحمرة صراحة. طبعا عارفة أنه عندك جاكيت أحمر مشهور به أنت في القناة. هناك ألوان أخرى لكنهم حذروني منها والله، بس كمان جميل أنه الواحد يكون جريء في الألوان. طبعاً طبعاً. والآن الموضة تعطينا مساحة كبيرة أننا نبدع، أننا نلبس حتى أشياء قد تبدو للناس غريبة لكنها مواكبة للموضة. وفي عندنا مثل في الجزائر يقول لك كل وش يعجبك والبس وش يعجب الناس، يعني كل ما يعجبك لكن البس ما يعجب الناس. هل أنت من دعاة هذا المثل ولا من مناصريه؟ مناصري البس ما يعجبك. البس ما يعجبك هو يذهب الناس إلى الجحيم. إلى الجحيم.